السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، نرحب فيكم في قناة أم رؤية للخياطة والتطريز. أخواتي نطلب من كل واحد يزور القناة، يدير جيم كومنتار، يدير مشاركة وفعل الجرس ليصله كل جديد القناة. في الفيديو تاع اليوم حبيباتي حنفصلوا لا غوب دغوات بالتنكيس بالبياسمون كيما راكم تشوفوا تاع الميكرو، تفضلوا معايا نفصلوها. نبداو على بركة الله أخواتي الموديل كيما راكم تشوفوا فيه بالبياسمون مروايحة ثاني بالبياسمون تاع ميكرو، نطويو الكتان بالتنكيس يعني الحافة على الحافة ونحكموها بليزيبانجل. أول حاجة نديروها نعينو الطول المرغوب تاع السيدة زايد 10 سنتيم تاع الخياطة تاع الحقمة نقصو ونخيطو، نطويو بالشكل هذا كما راكم تشوفوا فيا. نديروا الحافه على الحافه ونحكموا الكتان تاعنا بليزي بانجل من الفوق للتحت، نعدلو مليح ونحكمو. هذه لا غوب دغوات بالتنكيس، نكسو القماش يعني نفصلوه بالطول مش بالعرض. كاين اخرين يقولوها في صالة الداخل في الخارج، كل واحد كيف يسميها. كي نحكموها نعينو الطول القصة هذه حتسهل لنا تفصيل جميع الموديلات. قلنا هذا الطياف تعتمد على قيس الصدر، لما تكون دائرة الصدر 109 دائما نفتحو المتر بالطريقة هذه ونطويو 109 ونطويوها لأربعة ونروحو نحصلو على ربع الصدر زايد حق الخياطة. حق الخياط اللي هو 2 سنتيم والله. كي نطبقوا بالطريقة هذه نلقاو نلقاوها تكفينا، نعاود معاكم كي نجيو منطقة الصدر اللي هي 22 سنتيم نحطو ربع قيس دائرة الصدر. كي نلقاو يكفينا خلاص بلي هاد الطياب تكفي، لازم يكون الشكل الفوقاني اللي فوق قد التحتاني، التحتاني هو الظهر وهذا الأمام تاعنا. نستعملو كيدية باش نتأكد من القياسات كما راكم تشوفوا. حبيباتي بعد ما قصينا نقلبو القماش الصغير مع الصغير والجهة الصغيرة مع الصغيرة والكبيرة مع الكبيرة، باه نبداو نرسمو الباترون تاعنا للسيدة اللي طلبت منا الموديل. أول حاجة نجيبو قيس الكتاف 40 سنتيم ونطويو المتر على 2 ما فيهاش زيادة ونمورو، نمورو من الفوق كيما راكم تشوفو 22 سنتيم باه نعرفو خط دائرة الصدر، خط عمودي باش نكونو زاوية، الزاوية اللي حنخرجو بها الطابق نتاعنا. نزيدو نحكمو قيس خط دائرة الصدر الربع نتاعو وزايد حق الخياطة ونمورو 41 سنتيمتر بالضبط، نعرفو بها مكان دائرة، نعرفو بها مكان خط دائرة الخصر. من دائرة الخصر نقيسو 22 سنتيمتر باش نعرفو خط دائرة الأرداف. ثم أخواتي نبداو نحطو في المقاييس نتاعنا مرحلة مرحلة.
كما راكم تلاحظوا معايا ربع القيس تاع الخصر زايد حق الخياطة ونرسموا الباترون، نزيدوا نروحوا للخط الأرداف، ربع قيس تاع الأرداف زايد حق الخياطة، ونكملوا نرسموا الباترون حتى لتحت بخط مستقيم مائل ما فيش تدويرات. نرجعوا للطابق، نخرجوا بزوز صباع من الزاوية نديروا نقطة، وسبع صباع من الكتف وهبط نديروا نقطة، ونوصلوا. كي نوصلوا نرسموا الطابق كما راكم تشاهدوا، نعاودوا بالطباشير الاحمر باش يبان الباترون تاعنا كما راكم تشوفوا، نعاودوا بالخط الاحمر مليح باش يبان لكم قبل ما نقصوا. نقصوا دوكا من فوق للتحت مره واحده، قيسوا ربع صباع فتحة الرقبة باش نحيو الميل تاع الكتف اللي هو إصبع واحد، خط مائل ونقصو. نزيدو نحبو دوكا نعرفو الطول المرغوب، نخليو إصبع حق الخياطة من نصف الكتف حتى لتحت زايد زوج صباع حق الكفة، ونرسمو ميل الميل الفستان كما راكم تشوفو ونقصو. زوج صباع برك الجهة المفتوحة ونرسمو الميل ونقصو. الفستان هذا حندير له بياسمون تاع ميكرو كيما اللي وريتهولكم نهار اللول، راني مطبقاتو على زوج كيما هاكا. كفا دوكا نفصلوه الفستان تاعنا، حطوه هنا قد قد، ها نحطو الكتف مع الكتف، هاي فتحت الرقبة ربع صباع نحطو قد قد. ومن بعد واش نديرو؟ نخرجو صباع الفوق صباع من الأمام كيما هاك، صباع من يعني واحد سنتيمتر من واحد سنتيمتر من الفوق في الكتاف، باش نقدرو نفصلوها. نقدرو نرسموها، نرسموها نرسمها لكم كيما هاك قبل ما نستعمل المقص تاعي. مبتدئات من الأفضل يرسموا الساعة وينحيوه، ومن بعد يروحوا يقصوا. شكرا. من بعد راهو يتخيط بهذه الطريقة، يجي قد بعضها. دركا الخلف قيسو ثاني ربع صباع، دايما نخليو هذه تاع الخياطة، قيسو ربع من وربع من تحت، ديرو دائرة مفصلة. أخواتي الطرف اللي بقى نطويو على اثنين باش نفصلو بين المروايح تاعنا. الموتيف الطول تاعها 15 سنتيمتر، يعني المروايح الطول تاعها 20 سنتيمتر عفوا. نقيسو زايد عليها بثلاث صباع، نقيسو ربع صباع ونرسمو خط مائل، نقسمو في النص وندخلو بإصبع في الجزء الأول ونخرج بإصبع في الجزء الثاني كما راكم تشوفو. نرسمو الآس تاعنا عادي وكأن نرسمو مونش، نفصلو مونش، نزيدو خط مائل حتى الموتيف ونقصو. نقسموها في النص خطرك شي حط راسك في الموتيف، ونفتحوها كيما راكم تشوفوا. هنا يجيو لي بلي في النص كيما شفتوا، ساهله ماهله اخواتي. باش نبطنوا ولا نسجفوا القندوره تاعنا، اول حاجه نجيبوا السجافه الرقيقه نديروا ونحطوا عليها الكتان، ونجيبوا الظهر ونحطوه من فوقها، ونفصلوا قد الفتحه تاع الرقبه قد قد، ونقصوا عادي كيما هكا. المهم اللصقه
تكون دايره للطابله. كما هكا ونحطوا عليها الظهر تاعنا، او نفصلوا بطريقه سهله اخرى، نفصلوا السجاف وحده وبان حطوه على لافيزلين ولصقوه مع بعضهم بليزيبانجل كما راح تشوفوا معايا. نطويو القماش على اثنين ونفصلوا به سجاف وحده ومن بعد نحطوه على لافيزلين كما راكم تشوفوا اخواتي. الظهر سجفته ولصقته بليزيبانجل باش يجيني سهل في الخياطه. كي نخيط نقلبك نتحصلوا على هذا الشكل، ها نخيطه ونقلبه نتحصلوا عليه مخيط، تشوفوها معايا في مراحل الخياطه. نفس الطريقه اللي درتها في الظهر حنطبقها معاكم في الصدر. انا اختصرتها في الظهر باش ما نطولش في الفيديو ويجي طويل عليكم. نفتحوا السربياسمون تاعي كيما هكا، وبما انها مطرزه على لافيزلين نجيب لاطوال وحده، نحط الوجه على الوجه، نحط الوجه تاع القماش على الطابله ونحط الوجه على الوجه ونحكم بليزيبانجل براح ذبره كيما هكا. بربي ان شاء الله اخواتي حتشوفوا الخياطه تاعو مرحله بمرحله، وحنعاون نعلمكم ونعاونكم كيفاش تخيطوا لي بيسمون، كيفاش تكرونتي والرقبه، كل شيء نعتوه لكم. حاليا نحكموا الساعه بليزيبانجل مليح في الفتحه تاع الرقبه ومن التحت باش كي نعودوا نقصوا ما يتحركش الكتان. نعدلو ونحكمو بليزيبانجل باش يجينا الصدر تاعنا البياسمون تاعنا متحوف ومعدول، ما فيش موش معوج. اخواتي المهم صورنا هذا الجزء الاول تاع تفصيل لاغوب دغوات بالتنكيس معاها البياسمون طبطين، شرحنا فيه طريقة تفصيل المروحة، مروحة ثانية فيها لبلي في النص كما راكم تشوفوا. نقصوا بالعقل قد البياسمون، ما نديروش قل منها ولا زايدة عليها، كل شي يجي قد بعضها، ونساعدوا يدينا لان نديروهم بالمقص. هنا نكون وصلنا لنهاية الفصالة، نتمنى لكم حظ موفق وربي يعينكم إن شاء الله في التفصيل، وإن شاء الله تتابعوا المراحل اللي نعدتها لكم كامل. اللي عجبوا الفيديو يدير مشاركة يفعل الجرس باش يصلوا كل جديد، وما تنسوا الجيم وكومنتير حبيباتي. إلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله. احنا كملنا مع بعضنا تفصيل هكا اخواتي، القندوره راهي مفصله كل شيء بالمقاييس الحقيقيه والصحيحه. نمراوح حظ موفق في الجزء الثاني باذن الله. الى اللقاء.